شجرة الزيتون في فلسطين شجرة مقدسة. يعني طبعا انتم بتعرفوا انه فلسطين اصلا معظم سكانها فلاحين، يعني فلسطين تعتمد على الفلاح بشكل كبير، جزء كبير من الفلاح التي تعتمد عليه فلسطين هي اشجار الزيتون، قطف يعني الزيتون. ثمار الزيتون لا تستخدم فقط من أجل الأكل، تستخدم من أجل عمل الصابون ومن أجل عمل الزيت ومن أجل أكلها، حتى ما يخرج من عجم الزيتون يعني اللي هو بنسميه إحنا الجفت ما بعرف شو، ممكن يعني بقايا عجم الزيتون يطحن ويوضع يعمل في قوالب ويستخدم من أجل التدفئة. هذه يعني حياة الفلسطينيين تعتمد بشكل رهيب على الزيتون وعلى ثمار الزيتون. ومن سنة 67 للآن تم اقتلاع وقص أكثر من 800 ألف شجرة زيتون من قبل المحتل الإسرائيلي، بما فيهم مستوطنيهم اللي بينزلوا على حقول الزيتون. هذه أرقام موثقة فعلياً. أرقام موثقة طبعاً. بينزلوا على حقول الزيتون ويقوموا بقص أشجار الزيتون ويقوموا باقتلاعها ويقوموا بحرقها، وهذه لحالها انتقام يعني من الأرض يعني فعلياً، وهي موضوع رمزي أكثر ما يكون له علاقة بموضوع البناء أو إنه، لكن هو موضوع لحرق نفسك ولحرق أعصابك ولقتلك نفسيا لتدميرك. يعني الفلسطيني مرتبط بشكل كبير جدا جدا بشجرة الزيتون. شجرة الزيتون لا تنمو بيوم ويومين ولا سنة وسنتين. وأشجار الزيتون الموجودة في فلسطين اسمها شجر الزيتون الرومي، بمعنى أنه موجود من آلاف السنين.